في إطار محاربة ضائع التعدي على الملكية العقارية والبناءات الفوضوية، وعملا بالقانون الجديد رقم 23/18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بالحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، لا سيما المادة 17 منه، تمكن أفراد الفريق الإقليمي للدرك الوطني ببوتليس من توقيف شخصان من أجل التعدي على الملكية العقارية. حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة بدورية بحي بويقور بلدية بوتليس لولاية وهران، أين لفت انتباههم شخصان يقومان بأشغال الحفر لأرضية على قطعة ترابية تابعة لبلدية بوتليس لغرض تشييد مسكن على مساحة تقدر ب 100 متر مربع بواسطة جرافة صغيرة الحجم. بعد القيام بعملية المراقبة والتفتيش تبين أنها لا تحوز على أي وثيقة إدارية تثبت ملكيتهما للقطعة الأرضية أو تسمح لهما بالبناء. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشكوك فيهما البالغين من العمر 43 سنة و 52 سنة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينية من أجل جنحة التعدي على الملكية العقارية.